السلام عليكم، احنا مساويكم فرابي. نحط شوية مي بكعب الكاسة، مي باردة مثل ما شايفين، الكمية الصغيرة مقدار نصف فنجان قهوة. نضيف له معلقتين سكر، فيكم تضيفوا سكر حسب واحد ما بيحب. اي نسكافيه معروفة. كمان نحط معلقتين، انا بحبها شوية تقيلة، حط نص معلقة. اللي ما بحبها تقيلة ما يحط. حطينا النسكافيه، هلا تكون عندنا ماكينة مثل هاي نخلطها شغلة دقيقة او دقيقتين لحتى تصير للكريمة مثل ما شايفين، دغري تحولت صارت الكريمة مثل الايس كريم. نخلطها من فوق لتحت، يمين شمال، خليها تنخلط مزبوط. نخلطها مزبوط تمام. حاول خليه كلها تتماسك مع بعضها مزبوط، يدوب السكر والنسكافيه عشان تعطينا الطعم الظريف مثل ما شايفين. هيك نحركها شوي. شربة كتير طيبة ومنعشبها الصيف. حبيت شوف شلون ما بتسلط، ماسكة مزبوط، معناتها شغلنا تمام. هاي الفرابي تقريبا جاهزة، ما بتسلوت، ما بفهم، كل المي دايبة، كلها متماسكة مع بعضها. وشربة حبيت على الشوبات فرجيكم شلون بتصير، كتير طيبة من عشا. حط تلج، هاي حطينا شوية تلج، نصب فوق منه الحليب. شوفوا شلون بلشت الفوم يطلع على الوش والحليب تحت، عن جد طيبة. بسيطة ومنعشة وسهلة، جربوا حتحبوها كتير. لحظة هون ما نحط، فيكم تضيفوا على الوش هوت شوكليت او ميلو او كاكاو. هاي اضافة من عندي اذا بتحبوا، جربوها. لا تنسونا باللايك والشير والتعليق، تفرجوها لاصدقائكم، خليها تعمل فائدة، الناس كلها تدعينا. شغلة بسيطة وطيبة عن جد بتبرد القلب. جربوها، لا تنسونا باللايك والشير الفيديو والتعليق، كتر الله خيركم. هاي الشربة صارت جاهزة، ان شاء الله الف صحة، الله معكم.